خلال حفل الافتتاح الرسمي لمصنع المملكة للطوب المقاوم للحرارة في مدينة سلمان الصناعية الذي يقيم برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني الذي يأتي تزامنا مع احتفالات المملكة بميثاق العمل الوطني، أكد سعادة الوزير عن اعتزاز مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله والحكومة الموقرة باحتضان المزيد من المنشآت الصناعية والتجارية على أرضها واجتذاب العديد من الرساميل الضخمة سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية التي عبرت عن ثقتها بقوة الاقتصاد البحريني من خلال اختيارها لتكون موقعا لأعمالها الاستثمارية. أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة اهتمام ودعم الحكومة الموقرة لكافة المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية ولمبادرات القطاع الخاص البحريني في دعم المسيرة التنموية الاقتصادية التي أسس ركائزها صاحب الجلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة التي تسهم في تعزيز السمعة الطيبة للبحرين كموقع استثماري مهم ومتميز في المنطقة وتعكس النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والنمو المضطرد في حجم الاستثمارات الموظفة فيها ليؤكد على القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في المجال الصناعي. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المملكة السيد سعود كانو أن البدء بتدشين هذا الإنجاز الصناعي الأول من نوعه في البحرين من المتوقع أن يغطي احتياجات السوق البحريني بالكامل دون الحاجة للجوء إلى الاستيراد من الخارج، معربا عن اعتزازه بتنامي المشاريع التنافسية في المملكة. هذا اليوم بافتتاح مصنع المملكة للطوب العازل في منطقة مدينة سلمان الصناعية في الحد، نتقدم بالشكر والتهنئة لمن قام على هذا المشروع الفريد من نوعه والأول من نوعه في البحرين والذي سوف يضيف نقلة نوعية لهذه الصناعة ولقطاع التشييد والمباني في البحرين والذي يشهد أكبر نمو كقطاع في الناتج المحلي الوطني، كما أنه من محاسن الصدف أن يتزامن تدشين هذا المصنع مع ذكرى ميثاق العمل الوطني، وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وإلى شعب البحرين الوفي بهذه المناسبة والذكرى الطيبة. نتمنى للقائمين على هذا المشروع المزيد من النجاح والتوفيق في المستقبل إن شاء الله والمزيد لمملكة البحرين من هذه الاستثمارات والمصانع الجديدة.